وهلا رح نحضر البرغل على الطريقه التركيه. ربع كوب زيت زيتون، بعد ما احمي الزيت رح زيد عليها حبه فليفله حمراء مفرومه ناعمه، نخليها بالزيت لتستوي مظبوط. بعد ما استوت الفليفله رح زيد عليها ملعقه زبده كبيره، وهلا رح نزيد ملعقه معجونه فليفله وملعقة صلصة طماطم، رح نزيد ملعقة ملح كبيرة، رشة بهار أسود، ملعقة صغيرة حر مجفف. أنا هون جبت كوبين برغل خشن أبيض، هلا مثل ما اتفقنا رح نزيد 4 أكواب مي. هلا بعد ما غلت مظبوط رح نغطيها ونتركها تقريبا شي ربع ساعة على نار خفيفة. وهيك بتكون خالصة تقريبا بعد 25 دقيقة، رح نطفي تحتها ونريحها.